سلطات آل خليفة الحاكمة في البحرين تمعن في سياساتها القائمة على إسكات كافة الأصوات المعارضة والمنتقدة لنهجها الدكتاتوري، حتى حولت البحرين إلى بلد يصعب فيه تنفس نسائم الحرية وفقا لتقارير العديد من المنظمات الدولية ومنها فريدوم هاوس التي صنفت البحرين بلدا غير حر. هناك مشكلة انهيار أخلاقي في منظومة الدولة. آخر ضحايا سياسة قمع حرية الرأي والتعبير هو المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، الذي استدعته السلطات على خلفية تغريدة وتصريحات له اعتبرتها محرضة على كراهية النظام وقد تؤدي به إلى السجن لمدة 5 سنوات. يعني لاقى صنوف التعذيب قبل فترة السلامة الوطنية. سبق التاجر الصحفي فيصل هياد الذي صدر حكم بسجنه لمدة 3 شهور بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تجاوزا على رمز ديني هو يزيد بن معاوية. وأما الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب والمعتقل منذ 10 شهور فيواجه اتهامات مماثلة قد تؤدي به إلى المكوث في السجن لمدة 15 عاما. وفي ظل هذا التصعيد الخليفي في قمع حرية الرأي والتعبير أطلقت السلطات سراح المناضل إبراهيم شريف وأسقطت كافة التهم التي وجهتها له بعد أن أدلى بتصريحات انتقد خلالها زيارة الأمير تشارلز إلى البحرين. إجراء لا يعكس تغيرا في السياسة الخليفية التي أكد استدعاء التاجر على استمرارها، ولكنه يهدف إلى ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي الذي لن تنطلي عليه مثل هذه الخطوات الخادعة. In Bahrain, I am concerned by harassment and arrests of human rights defenders and political activists and legislation which enables revocation of citizenship without due process. I urge greater attention to this situation. The past decade has demonstrated repeatedly and with punishing clarity exactly how disastrous the outcomes can be when a government attempts to smash the voices of its people instead of serving them.